لما بسمعك انت عم تحكي اكيد بعد كل جمله بتقول ايه كس اختا يو نو اند يو سي ات اون اي بي اف بنبسط جي لو تان دو دو ريفليشير سور لا كونديسيون هيومين. كتير. انا هيدي كثير بس اي لاف ات صارت بوليتيكال ستيتمنت هلا إيه؟ لانه مشكله لبنان انه في يقول حدا شيء فيري انكريمينيتنج انسلتنج بس بطريقه مهذبه وما عليه بيقول والله راقي ومثقف وين بس انه عم يجرب يخصوك سيارات مكافحه شغب وناس كثير قاسلين نهار وحدا سبع انستغرام ستوري بيعملوا له سكرين ريكورد وبصير يبعثوه على واتساب جروبس انه عملنا له هيك لسكايب تبعه ولا جينو رايدي لك هاي على الستوري تبعي يا حبيبي اكيد بدي سبله اذا حدا عم يجرب يخبصني بسياره بس از ا فيري نورمال هيومن رياكشن ولانه هالقد استفزتهم وقت هن عم يبعثوا ناس يخبطوا ويحرقوا بس لا بس اوعى السب سو ذي بيكام لافينج ستوك فصارت ليترلي كل الكره الارضيه تغني مسبيت وان ذي ودنت هاف بروبلي بس لانه هالقد كان عندهم افيرجن عليها صارت بوليتيكال ستيتمنت انه انت منا انت مش جاي تربيني عادي انا الباتريوركال ايديا تبعكم مش عاجبك الا معك مول انفولو بس انت تيجي تقول لي انا كيف احكي نسيها هاي خاصه انه هن اغلبيه الوقت بخطباتهم يعني دي كوت جوزيف جوبلز ونازي بارتي ليدرز وكذا فانت مين انت تيجي تقول لي انا شو الصح وغلط وقت انت you're comparing yourself to the worst that humanity يمكن ever offered بالعالم فاي بدي سب وقت انا عبالي بس المشكله كمان التايب كاست تبعنا سو صاروا مفكرين دايما انه بس this is what انه انا هذا اللي بيسبه على انستغرام سو وقت يكون في لك well thought out piece تطلع الرياكشنز بيضلوا نفسها unfortunately او بصير الناس اه والله ما كنت عارف فيك تحكي على رواق هيك بـ RGTV اكيد اذا عم احكي عن economic policy ما رح اكون معصب عم سب انت ما بتعرف كم شخص بعرفه انا بقى انا صلي بعرفك من ايميل AUB من الجامعة عمود بيجي لعندي بيقول لي معين محبه كتير هالجينو بس ليه عم بيسب الزلمة he's a grown ass man معصب he's being constantly attacked أكيد بده يسب ويعني he can do whatever the fuck he wants وبالعكس فشت خلق لأنه عنده ثقافة سياسية he's well researched وبيستعمل هو الأسلوب and it's good لأنه أنا مثلا أنا I'm the first person to say I'm the first person to say أنه ما عنده ثقافة سياسية okay لما بسمعك أنت عم تحكي أكيد بعد كل جملة بتقول إيه كس إختا you know and you say it on my behalf بنبسط إنه سوري بس الشعب كله سب له أمه لجوان across all the continents in the world سب أمه إنه بس ما هون نسأل ليه لأنه كان إذا any comment على كل الرويال فاميلي تبعنا كان دغري حدا بيلمك من الأجهزة لأنه ممنوع حتى قصص يلي not even a curse word كان ممنوع بالقانون so أكيد بده ينفجر هذا الشيء and otherwise وهذا that goes back into شو ما يجربه they can't يعني they can't stop this بقى صراحة أنه أول ثورة المسبات were an essential part I think حتى as political resistance لكل شيء كانوا عم يعملوه it was a big part أنه الناس ما بقى تخاف أنه ممنوع نحكي عن حدا لا هو إنسان مثلك مثله عامل غلط بده يتحمل غلطه مش أنا بدي ضل بيكون خرب من كان هو فاز وفرجل وراح يتكسر عادي بيحمل